راديو هافانا كوبا. هنا إذاعة هافانا كوبا. إيميتان دو كوبا. OAE راديو هافانا كوبا. كاف ترانسميت دي كوبا. ترانسميتيندو دي كوبا. Transmitiendo desde Cuba, territorio libre en América. Radio Habana Cuba comienza su programación en idioma árabe por frecuencia modulada e internet. هنا إذاعة هافانا كوبا. مساء الخير. نلتقي كما العادة كل يوم في مثل هذا الوقت، أي ما بين الساعة 20:30 وحتى الساعة 21:00 بتوقيت غرينتش، وذلك على موجة قصيرة طولها 19 مترا بذبذبة مقدارها 15370 كيلوهرتز والموجهة إلى أوروبا، وموجة قصيرة أخرى طولها 25 مترا بذبذبة مقدارها 15140 والموجهة إلى مدينة شيكاغو الأندلسية. هذا اليوم السادس من يناير الكلمة الثانية كل ما فقط حدث في مثل اليوم الدخلة الأخبارية المفصلة ويليها التعليق اليومي إلى أن يحل موعدنا مع الموسيقى الكوبية، وعلى أمل أن تكون باسم ورافقكم عبد الرحيم احمد قاسم وراء الميكروفون، وقدموه الهندسه الغربيه عن الهندسه الصوتيه، ودائما عبر اثير اذاعه هافانا كوبا ندعوكم مسرحا قويا في مشوار جديد لهذا. حدث في مثل هذا اليوم فقرة نستعرض فيها الأحداث التاريخية. ماذا كان في صفحة اليوم؟ إليكم ذلك مباشرة ضمن فقرة حدث في مثل هذا اليوم. من يناير كانون الثاني من أفضل قواتنا من أول تغطي الرأي والمسرح الفرنسي الشهير أليكاندرو دوما، الأب الذي كان من أشهر الكتاب في بلاده. مثل هذا الدور مع الأسرة 95 عبر جنرال الجيش الكوبي.